السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر على تعليقاتكم الرائعة، مثلكم أشكركم جميعا. أرجو الإفادة والمتعة. إذا كنت غير مشترك بقناتي تفضل بالانضمام لعائلة المكسب المعلوماتية، أتشرف بوجودكم، ثق راح تلاقي الفائدة والمتعة، وأهلا وسهلا. نقول بسم الله. لا تنسوا الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. الآن نساوي نيو حتى نفتح مساحة عمل جديدة، مشروع عمل للتصميم. تمام إخواني، نزيل القفل من Adjustment، نأخذ الجريديان. تمام، هو بس لحتى إظهار الكلام اللي راح نكتبه. الآن نكتب الكلمة اللي بدنا إياها، نأقلمها. طيب الآن نروح على لوجن لاسيتول، كليك بالماوس، كليك بالماوس هون. تمام، نغلق كمان. تمام اخوان، الآن نضغط على الموف تول. الآن نعمل ماسك. بعدين نساوي كنترول جي حتى نساوي نسخة ثانية من الماسك، وبعدين نعكس الماسك بكنترول اي، نعكس الماسك ثلاث خطوات ورا بعض. تمام، تمام. الآن أداة الموف تول ضاغطين عليها، ننزل لتحت، حركها تحريك بسيط سواء بالماوس أو من الكيبورد، من الأسهم الكيبورد تحركها تحريك بسيط. تمام، الآن نساوي لاير جديدة. أنت على اللاير تضغط على الكنترول من الكيبورد وتدوس كليك على اللاير اللي تحتها مباشرة. تمام، راح يتعلموا الاثنين بهاي الطريقة، حددت الاثنين. الآن نروح على أداة الفرشة. أداة الفرشة لازم تكون ناعمة، ونتأكد من الأوبسيتي 50. تمام، ونحرك حركة خفيفة، أبيض الأبيض من تحت والأسود من فوق. تمام، الآن نسحب، لا تكثر، يعني شيء ثلاث خطوات وراء بعضها وعلى الخفيف حتى ما يخرب التصميم بالأخير، يطلع على يخرب التصميم ويطلع بالأخير قاتم زيادة المكان، نافر زيادة. احنا يهمنا الظل، وكأنه يعني ظل جرح أو كذا بهاي الطريقة. تمام، الآن إذا حسيت بي زيادة هون مثل هاي، نروح على الأداة الريزر تول. تمام، تضع المفتول بهاي الطريقة، صار معنا. تمام اخواني، بهاي الطريقة لاحظوا هاي اللايرات، بإمكاننا نجمعها اللايرات كلها ونساويها جروب، لكن راح أشتغلها أنا بطريقة ثانية. إمكانك أنت تجمعها وتساويها جروب وتشتغل عليها على أساس هذا التصميم. تمام، لكن أنا راح أشتغل بطريقة ثانية، وبنهاية الفيديو إن شاء الله في هدية إن شاء الله. هون أنا راح أحفظها، لاحظوا هاي بإنجي طلعت معنا هون. إذا أغلقت الصفحات الخلفية بإمكانك تساوي لها حدود، بإمكانك اللي بدك إياه تتعامل معها كنص، وبإمكانك تتعامل معها كصورة كمان. تمام،
الآن كيف نساوي على القماش؟ طيب الآن نسحب القماش اللي بدنا إياه، نسحب الصور حتى نحط عليه التصميم. تمام إخواني، نأقلم الصور مثل ما إحنا نريد. تمام، ونسحب التصميم اللي جبناه، نحطه بهاي الطريقة. تمام. الآن نضغط يمين الماوس ونختار Blending Option، ونضغط على Alt مطولا من الكيبورد. تمام، وتضغط بالماوس هون حتى نحرك وتحسه انه صار مطبوع على القماشة. تضغط مطولا على Alt بالكيبورد وبالماوس تسحب من هون حتى تفصلها عن بعضها وتحررها. تمام، ومن هون تبلش تأقلمها على قماشة حتى تأخذ طابع القماشة. تمام، الآن حتى نساوي التباين نضغط على Adjustment Layer Brightness Contrast ونحرك مثل ما احنا نشوف مناسب حتى يعطيك أكثر تباين للون. خير إن شاء الله. تحرك بالمكان اللي أنت تشوفه مناسب. أنا بالنسبة إلي أنا شايفه هون مناسب، كرر نفس الخطوات هون. تمام، تحسن تغير بالألوان، تحسن هون تزيد كمان لون. تمام، وهون تحسن تساوي لها حدود إذا بدك بهاي الطريقة إخواني، تحسن تساويها بهاي الطريقة، تحسن تغير بالألوان من فوق تساوي لها حدود. تمام، ما عليك إلا تضغط على اللاير وتغير باللون اللي بدك إياه. الآن راح أسيف إخواني. بالنسبة للهدية ملفات المشروع كاملة إن شاء الله، وبالنسبة للفيديو القادم كمان مشروع إبداعي كمان إذا سجلته اليوم راح أنشره ومعه ملفاته كمان هدية لحضراتكم. لا تبخلوا بزر اللايك والاشتراك بالقناة، على اعتبار قناتي محتوى تعليمي تفاعلها قليل لكن تقوى بحضراتكم وتعطيني دافع للاستمرار. أخيرا إن شاء الله استفدتم من وقتكم معي بهذا الفيديو. لا تنسوا الانضمام لعائلة المكتبة المعلوماتية وتفعيل الجرس وانتظروا كل ما هو مفيد، وأشكركم على تعليقاتكم الرائعة مثل حضراتكم. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.